السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، تبارك الله عليكم وتحياتي لكم جميعا، ونتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، نتوما الطويرات ديالكم، نتوما والأهل ديالكم، نتوما والحباب ديالكم، وكل شيء بخير وعلى خير. 5-5 للجميع. هذا الفيديو هذا غادي يكون إن شاء الله قصير، حيت بغيت نتكلم فيه هو الأسباب اللي جعلني أنني نحل قناة في يوتيوب اللي سميتها اللؤلؤ الصفراء، وشمو الأهداف ديالي، علاش أنا بغيت علاش حليت هاد القناة. كما كتعرفوا بأن افتتاح ديال القناة جا في واحد الظرف اللي هو حنا كنعيشوه وعشناه وباقي كنعيشوه، هو هاد الظرف الوبائي الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع الأمة الإسلامية. ما كانوش هنالك مسابقات، ما كانوش ندوات، ما كانوش لقاءات مع الإخوة والأصدقاء المواليع، معلومة ما كانش كتوصل، والعديد من المربين المبتدئين اللي جعلوهم من هاد الكونفينمون اللي كان داز بداية هوايتهم لتربية الطيور، يعني أنهم التجأوا لتربية الطيور كملء واحد الفراغ اللي كان في ديك الوقيتة ديال الكونفينمون. إذن لابد أننا نكون قراب من هاد الناس هادو، وكذلك نكون قراب من الناس آخرين اللي هما مربين وماليه. المعلومة مبينة باش توصل لهم معلومة، لا بالنسبة للتربية، بالنسبة للتغذية، ولا بالنسبة كذلك بالنسبة للمالينوا، بالنسبة للتغاريد والمقاطع اللي كيتوفر عليها هذا الطائر. منساوش علم الوراثة، كذلك تطرقنا عليه في حلقات سابقة، وكذلك بغينا نكون دائما قراب من الإخوان ديالنا، نعيشوا المشاكل ديالهم ونلقاو لها حلول، سواء عبر القناة أو سواء عبر الاتصال المباشر. يعني كانت توصل العديد من الاتصالات الهاتفية، لا بالنسبة في الميساج، ولا كذلك بالنسبة للزمايل. إذن وكنحاول ما استطعت أنني نجاوب ونكون قريب من الموالاة ونساعدهم، خاصة كما قلت لكم المبتدئين، ونساعدهم في ما استطعت اللي كنعرف، راه كنحاول نبارطاجي او ميم طون، كنحاول انني نوصل المعلومة بطريقة اللي هي بسيطة، ونعرف على المنتوجات اللي كنستعمل، ونعرف على الطرق ديالي اللي كان نستعملها واللي كنعمل بها في ليرفاج ديالي، واللي تراكمات بعد سنين طويلة من التربية. كذلك كنبغي نتقاسم معكم التجربة ديالي كحكم دولي، لا بالنسبة للتحكيم ولا بالنسبة للتغاريد، فكنتوصل بعديد ديال الفيديوهات من الإخوان، وكنحاول أنني نقيم اليوم ما استطعت طيور، رغم أن التقييم عبر الفيديو فهو ما كيعطيكش واحد الاناليز اللي هي إكزاكت، ولكن كنحاول نقرب المولوع من الجودة ديال الطيور اللي كيكونوا عنده اللي كيصيفط ليا في الفيديو. إذن الإخوان، هادو هما الأهداف ديالي، أهداف متوخات هو أنني نكون قريب من المواليع، نكون نوصل المعلومة اللي هما كيحتاجوها، واللي هي وأي واحد أنا مستعد، أي واحد عنده شي مشكل ولا عنده شي حاجة، ما كاين حتى شي مشكل، يصيفط ليا في الواتساب أو يكتب ليا في لي كومونتير في لي فيديو، ونحاول ندير حلقات أخرى في هاد المواضيع ديال هاد الأسئلة. إذن هادو هما الأهداف، مكاينينش أهداف أخرى، فأنا هدف ديالي متطوع، أنا ماشي ربح الفلوس، باش منمشيوش غلطين الإخوان، أنا كنبغي هاد كنبغي لي فيديو أنهم يتبارطاجيو في لي جروب، ويوصلو لبزاف ديال الناس. مكاين باس أنه الإنسان إلا شاف لا فيديو وعجباتو أنه يدير
واحد اللايك باش توصل المعلومه لعدد كبير ديال المواليه، عدد كبير ديال المهتمين. واذا كان استطعت انه يبارطاجيها فاحنا ما كرهناش انه هذه المعلومات اللي كنقولوا او عبر هذه القناه هذه، لا بالنسبه للمنتوجات ولكن كذلك بالنسبه للطرق ديال التربيه، ولا بالنسبه للمسائل ديال المقاطع متعلقه مقاطع التغريديه. وكذلك هنالك غادي نديروا اي خبر جديد في عالم الاورنيثولوجي، اي خبر استجد فغادي نوصلوه لكم عبر هذه القناه ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله نكون في المستوى ونكون قريب لتحقيق الاهداف المسطرة لهذه القناة. وتبارك الله عليكم، وتحياتي لكم جميعا، إني أحبكم في الله. وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.